يعني برضو عاوز أسألك في الختام كم دقيقة. أوكي، المسيح اتصلب، ولكن في بركات للصليب. يعني مثلا الرسول بيعبر بكل وضوح نكرز بالمسيح مصلوبا. أي. فلما بنكرز بالصليب، شو البركات اللي احنا بنحصل عليها من خلال صليب يسوع المسيح؟ في الحقيقة كل بركات الله، وهو كريم وجواد ومعطاء، الله بيحب، ولكن كلها عن طريق الصليب. من غير الصليب مش هتحصل على حاجة. آية جميلة جت في رومية 8: الذي عن الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. يعني واحد بيحب لدرجة أدالك ابنه وانت كنت في البداية عدو لي، طيب كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يبقى إذن أنا حصلت من الله على كل شيء، لأنه في المقام الأول أداني ابنه. وأعتقد أن اللي يجود بابنه مش هيعز عني أي بركة أخرى على الإطلاق. وأكيد بركات كثيرة منها البنوة، خليقة جديدة، صالحنا مع الآب. يعني فينا نتكلم كتير عن بركات لا حصر لها. صلب يسوع بين غصين، وبهذا تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين.